كثير واللي شفتوهم بالصوره هن فريق عمل اوربت، بلكي بنطلع مشوار ثاني هيك وبنعطيكم صور جديده. مثل ما بدعيكم لتمارسوا رياضه الرافتينج، بدعيكم كمان لتتابعوا محطتنا الطبيه الدوريه من عيون بيروت، وحديثنا اليوم حول الرشاقه دون اللجوء الى الجراحه مع الطبيب الاختصاصي بالجهاز الهضمي دكتور صالح طارق صالح. في شيء اليوم غلط. تعددت الآراء العلمية حول أسباب السمنة المفرطة، وبالمقابل تعددت الحيل والطرق لمقاومتها بعد فشل معظم محاولات الرجيم عند بعض الحالات. وآخر الحيل والمحاولات والطرق ما يعرف طبياً بطريقة البالون لتصغير المعدة. شو هي الطريقة؟ هل هي ناجحة؟ نسأل دكتور صالح اللي معنا وهو بجاوبنا. بصور دكتور. أول شيء نحكي عن السمنة، بنعتبر أنه من 95 تقريباً كان في 200 مليون ناس ناصحين. أنجا 7 سنين صار فيه تقريباً 300 مليون، يعني السمنة من 10 سنين 20 سنة صار عنا 30% من الناس عم بينصحوا. النصاحة بتبلش من أولاد صغار تقريباً 12% إلى 14% من أولاد صغار ناصحين. إذا ناصحين من عمرهم 6 سنين وطالع تقريبا 50% بصيروا ناصحين هم كبار. اذا حدا من العائله ناصح 70% ل 80% منهم بصيروا ناصحين هم كبار. دونك في لازم يكون في انتباه كثير للاولاد صغار كرمال بس يكبروا ما نوصل على النصاحه ونكون عندنا مشاكل لنعالجهم. اوكي. هيدي هي، بس وقت نوصل اكيد رح نحكي بالمراحل، بس وقت نوصل للمرحله على كبر مرحله متقدمه بالسمنه، ممكن الطريقه المعتمده جديده يلي هي البالون مثل ما شايفينه، هيدا هو البالون يلي بينحط بالمعده، هي طريقه ناجحه 100%؟ اول شيء بنحط البالون للناس كم مجربين يعملوا نظام اكل ليخففوا وزن وما قدروا، عملوا كل جهدهم ووصلوا لمرحله انه ما عم بيقدروا يلعبوا. ساعتها بنشوف حسب وزنهم وطولهم اذا هن بحاجه للبالون ولا لا. في البودي ماس اندكس هو بنقسم الوزن على الطول مرتين وعندنا رقم، اذا رقم الشخص بفترض بحاجه يلعب فوق ال 10 كيلو 10 15 20 كيلو في حد بالون، بس اذا شخص بيلعب فوق ال 40 كيلو بالون مش كافي لإله. دونك البالون بينحط للناس بيلعبوا فوق ال 10 كيلو. اوكي. وبينحط بطريقه سهله كثير. كيف الطريقه اللي بينحط فيها؟ نعمل ناضول للمعده بطريقه التم، نفس الناضول بنستعمله للامراض المعده، نكشف امراض قرحة المعده قرحة او جرح بالمعده. صح. بنج غامق مش بنج عمليه بتنعمل بغرفه التنظير. ناضول بالمعدة بنكشف أول شيء إذا في قرحة بالمعدة ولا لا، إذا ما في قرحة بالمعدة بننزل بالون منفس بالمعدة. وإذا في قرحة مش ممكن ينحط البالون؟ إذا في قرحة بنعالج القرحة بعدين بنحط البالون. أوكي. بنفضل ما نحطه عشان إذا توجع ما بنعرف إذا الوجع سببه القرحة أو يمكن البالون يزعج القرحة كمان. أوكي. بنفضل نعالج القرحة بنرجع بنشوفه بعد شي جمعتين ثلاثة بنعمل له منظار ثاني، بننزل البالون منفس بنعبيه مي مصل من لونه لون ازرق للبالون كرمال اذا نفس ببين بالبول وبنفلته بالمعده وبنسحب المنظار وبيظهر بعد نص ساعه ساعه من المستشفى، ما في دخول المستشفى، ما في نومه بالمستشفى. اول يومين ثلاثه بده ينزعج من البالون، ليش؟ عشان شغله غريبه بالمعده، المعده بده يطفشه قد ما فيه. ينزعج ولا فيها مضايقه فعليه يعني؟ فيها مضايقه سببها انه شغله غريبه من المعده، المعده بدها تطفش قد ما فيها، رح يصير في كرامبس مغص ولا يتنفس. اول يوم مش رح يقدر يشرب مي. ثاني نهار شوي شوي ببلش شوي شوي ياخذ سوائل. بس يمرق الاربع ايام ببلش ياكل عادي. بكون لوحده ضعف فيهم شي 2 3 كيلو. صح اكيد. مزبوط. بعد ما يمرق هالثلاث اربع ايام بياكل بطريق بنظام عشان ما بقى فيه ياكل كميه كبيره، اول شيء البالون بياخذ مساحه، ثاني شيء البالون بيزيد الكسل الهضم بالمعده، يعني اذا اكل بده وقت ليهضم الاكلات اللي اكلهم. بضله يحس حاله انه في اكل بمعدته. بس بهالطريقه بيضعف. بس اكيد بده متابعه. بده متابعه، وقد ايه ممكن يخلق يعني اذا وقف عند وزن معين بده 10 كيلو بده 15 كيلو بطل بده يضعف. ساعتها بيرجع بيروح عند الدكتور ليشلوا البالون من بطنه من معدته؟
نحن بنراقبه كل جمعتين تقريبا كمان تساعده ينظم اكله على فتره 6 اشهر. البالون بينحط ل 6 اشهر مش اكثر. ليه 6 اشهر؟ عشان البالون عنده استعداد ينفس اذا بنخليه اكثر من 6 اشهر. بنخليه 6 اشهر بس بهال 6 اشهر بدنا نمرنه تمرين للمريض كل جمعتين كل ما يتعلم ينظم اكله كل ما بس نسحب هالبالون ما يرجع يعاود ينصح. بتقول الحكمة الطبية القديمة إنه المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء. هل طريقة البالون تنسف هالحكمة على اعتبار إنه ما بتاخد مسألة الحمية بعين الاعتبار؟ فيك تحطي بالون وما تضعفي إذا أكلتي سوائل وهالسوائل كتير فيهم كالوريز، عشان هيك لازم البالون بده يساعدك ما تاكلي كميه كبيره. طب خلينا لكن نوضح مضبوط. هلا قلنا كيف الطريقه لينوضع هالبالون بالمعده، خلينا كمان نفرجي الصوره الموجوده هون اذا بتشرحها دكتور لو سمحت. هيدي المعده، هذا المريء وهون عندنا المعده وبيجي البالون. البالون بياخذ تقريبا ثلث المعده ثلث المساحه. اذا اخذنا سوائل فينا نزعبر نحط بالون وما نضعف. كيف؟ اذا اخذنا سوائل سواخر ما بتاخذ مساحه بالمعده. ساعتها بينزل السوائل ما بيزعجونا بس فيهم كالوريز كثير. بس الاكلات بس يفوتوا ما في مساحه كثير بالمعده. وثاني شيء البالون بيزيد الكسل، المعده ما بتشتغل كثير. ما بقى بتقدر تدفش الاكلات على المصران. ساعتها الاكلات بيضلوا 24 ساعه. ما في عنده عوارض جانبيه؟ لا. غير انه اذا اكل كميه كبيره بلا طلع نفسه بده يضطر يراجع. صح. اذا اكل كميه كبيره، اذا ما اكل، اذا اكل بنظام مش اول فتره، كل فتره الست اشهر كل فتره الست اشهر، اذا اكل كميه كبيره بده ما في مجال اذا بده يراجع. بس اذا اكل بنظام وطريقه معينه ليضعف ما بيتضايق من البالون، بالعكس نحن بنشجعه بعد ما بيحط البالون يعمل رياضه، الرياضه ما بتزعجه بالعكس، لازم يعمل رياضه كل يوم تقريبا شي ساعه. اوكي، فينا نحكي شو مفروض نظام الاكل يكون؟ يعني بده يتبع رجيم، مش بس انه الواحد بحط بالون بمعدته مثل العمليات الجراحيه المتعارف عليها هلا ومنتشره بين الناس، هي يا حلقه مثلا على باب المعده او كبسون بكبسنوا المعده فيهم، هو جراحيا معتمدين. صح. بس انه يمكن هن لوحدهم بخلوا الانسان ما يقدر ياكل منيح، حضرتك ممكن تشرحهم بطريقه افضل مني. صح. وعم نلاقي انه الاشخاص النتائج على الارض عم بيضعفوا 30 و40 كيلو دغري عم ببين عليهم. هلا هي طريقه جديده الحلو فيها انه بدون جراحه، بس بعدها مش منتشره بعتقد. تقريبا صار لنا شي سنتين عم نعمل بالون، تقريبا عملوا شي 70 عمليات بلبنان. 70 عمليه بلبنان؟ اي. باي اعمار تقريبا يعني هيك الافرج تبع ال من 16 سنه ل 60 سنه. وتقريبا كلهم بيضعفوا 15 كيلو، الميديوم تاعه هو ال 15 كيلو. في منهم بيضعفوا 18، في منهم بيضعفوا 22 كيلو، في منهم بيضعفوا 12 كيلو حسب الموتيفيشن تاعتهم. في ناس الميتابوليزم تاعهم يعني جسمه ما بيحرق كثير، لو ما اكلوا كثير بدهم وقت كثير ليضعفوا، هودي بيضعفوا 10 كيلو 12 كيلو. ممكن واحد ما يضعف ابدا؟ يعني مش معقول بس اذا شرب سوائل لانه فيها كالوريز انه عم بياكل خفيف انه يضل ناصح يعني؟ فينا نقول انه 5% منهم ما بيضعفوا لو حطوا بالون. وهال 5% ما ضعفوا وحنحط لهم بالون، لو انعملوا عمليه جراحيه لربطه المعده كمان ما بيضعفوا بنفس الطريقه. معقول؟ عشان جسمهم الميتابوليزم تاعهم كثير واطي. ما بيكفي انه ما ياكلوا، بدهم كمان يعلوا يخلوا الجسم يحرق اكثر، لازم يعملوا رياضه. اذا ما نظموا اكلهم وما عملوا رياضه لو انحط لهم بالون ما بيضعفوا. يعني مثل عم نلاحظ انه ما في الواحد انه يعمل عمليه معينه ويحصل على يتكل عليها ويحصل على الرشاقه المطلوبه، مفروض الحميه، نظام الاكل والرياضه دائما، يعني دايما. ما في مهرب. اكيد ما في مهرب. كمان انه نرجع دائما نذكر المشاهدين بارقام التليفون للي بحب يتصل يستفسر اكثر، انه عمليه مهضومه بنادور بدون جراحه بدون بنج بدون تعب، فيها تعب بلا بعدين بعد العمليه بعد النادور قبل 3 ايام ويحصل على الرشاقه اللي بده اياها اكيد مع المتابعه. ارقام تليفوناتنا 00961546792 او 3 او 4، والارقام دائما عم بتكون باسفل الشاشه، ممكن تتصلوا فينا وتسالوا اي سؤال لدكتور طارق صالح. دكتور خلينا نعطي مضبوط الفرق بين وضع البالون في المعده
وبين العمليات الجراحية المتعارف عليها. البالون بينحط للناس بيضعفوا 10 15 كيلو 20 كيلو. اللي بيجي شخص بيضعف فوق ال 40 كيلو ما بينعمل له بالون، بالون مش رح يضعفه بكفة، لازم ينعمل له عملية جراحية. هلا اوقات في ناس وزنهم كثير عالي والعملية الجراحية خطرة لإلهم عشان ما فيهم يبنجوهم. أوكي. البنش خطر لإلهم. شو بس لأنه وزنهم عالي بيكون البنش خطر ولا بيبقى عنده كمان عوارض صحية تانية؟ عوارض صحية سبب زيادة الوزن ما بتعطي إمكانية إنه الحكيم البنج يبنجهم، ما بيتحمل البنج. بنحط لهم بالون كل ما يضعفوا 20 كيلو، بعد منها دغري بنعمل عملية ربط المعدة، بعد ما بكون ضعفوا هال 20 كيلو الحكيم البنج بيقدر يبنجهم، بنعمل دغري وراء عملية جراحية. هيدي تاني طلبية نسبة للبالون. بعد في فرق بين الاثنين ممكن نحكي عنه؟ لازم نعتبر انه النتيجة ذاتها مش غير فرق الوزن يعني. اي بنحط بالون للناس ما بحاجة لعملية، وينعمل عملية للناس ما بحاجة يحطوا بالون، يعني ما فينا نقول انه البالون أحسن من الجراحة. أوكي. كل شيء له اثنيناتهم منفصلين منفصلين يعني. كليا فادي بونسوار. فادي نعم معك. يا أهلا وسهلا فادي، تفضل. ايه اوكي بدي عندك سؤال لدكتور طارق. نعم. صالح السؤال بس عم تاخر لانه الساهر صوت بين التليفون وبين ال وطي صوت التلفزيون فادي وسمعنا من التليفون بصير افضل. سؤالي للحكيم تفضل. سؤالي للحكيم هو انه عاده عم بتكون النصاحه بالنسبه لكل العالم عن منطقه الكرش البطن والخواصر. هلا صرنا عم نراقب كل البرامج عم نلاحظ انه واحد بده يضعف له شي 10 كيلو بينزل وجهه وكتافه وجريته حتى اخر شيء يضعف الكرش والخصر. يمكن شوي خارج عن موضوع لانه حضرته جراحي، بس اذا نزلنا مثلا بعمليه البالون بعد 6 اشهر يعني واحد بده يصير سكولات وبيضل في عنده كرش وخواصر، هل في شي طريقه مثلا نعرف دغري نضعف دهن قبل ما نضعف عضل؟ إذا ضعفت 10 كيلو 15 كيلو ما بتضعف عضل، بتضعف دهن. ومع البالون لازم ينعمل رياضة، يعني لازم يكون في ضروري الإنسان يعمل رياضة كل حياته، مش إنه حتى نظام الأكل لازم يكون نعتبر إنه النصاحة أو السمنة هي اعتبروها مرض مثل الضغط مثل السكري، ما بنتخلص منه. متابعة لازم يكون متابعة حياة مدة كل حياته. دونك الرياضة بيلعب دور كتير مهم. ولو حط البالون ما بيضعف بالعضل، بيضعف بالدهن. اول شيء بيضعف بالدهن، بعدين اذا ما بقى في دهن بيضعف بالعضل. بس سؤال فادي انه اوقات في ناس بيبقى نصحتهم باماكن معينه بيضعف كل جسمهم وبتبقى هالاماكن ظاهره، يعني ما بيحصلوا على النتيجه الفورم اللي بدهم اياه. هيدا عشان ما عملوا رياضه، عشان هيك لازم يعملوا رياضه لشد الجسم. دكتور بس نحن بنعرف انه فادي لو سمحت عندي صوتك شوي مش عم بقدر. صارت معروفه نحن مش دكاترة بس قد ما عم نشوف دكاترة على التلفزيون بيحكوا كل يوم انه بدك تركض لك ساعتين لحتى تضعف 200 كالوري، بتقدر تاكل قطعتين توست فيهم 200 كالوري. مظبوط. فقديش بدك تركض كل النهار لحتى تشيل 200 كالوري ومين بأكيد؟ لا الحياة كلها ركض بركض. أكثر من إنك حلوة مهضومة فيني مرق هال ميرسي. بدي أقول بعد إنه نسينا. اوكي نعم مشكلك دكتور والله يوفقك. فادي نسيت شو بدك تقول؟ حقيقة نسينا انه يعني بدنا في شيء اكد لنا انه اللي بينزل عادة الضعف اللي بدنا نضعف، كيف بدنا نتاكد انه عم ننزل دهن مش عضل؟ ولانه اذا بدي اقعد اعمل سبور لحتى اعمل زند واحد، انا بعرف بالنادي لانه الواحد بده يعمل ثلاث اشهر تيبين عنده عضلة صغيرة بجسمه بزنده، وهيدي ما بتوزن اكثر من وقية اذا واحد بيجي يزينها مزبوط. بس يمكن حسب نظرية الاطباء انه بدهم يترافقوا مع بعضهم تحصل على نتيجة، لا سبور لوحده بيضعف ولا الرجيم لوحده كمان بتحصل على النتيجة اللي بدك اياها، بدهم يترافقوا مع بعضهم. بس انا حابة اعرف مشكلتك تحديدا فادي شو؟ مشكلتي انه اللي بهمني انا بس بدي اضعف، انا ناصح. قد ايه عندك وزن زائد؟ وزني شي 110 كيلو. بس بدي انزل وعم بينزل دائما وجهي وبينزل من عند كتافي وصدري وباقي كرشي بضعفوا اجري ووجهي وكتافي وباقي كرشي تبقى منطقة البطن منظره يعني
كل ما نزلت لي 10 15 كيلو بيتغير كل موديلي، بس كرشي بضل مثل ما هو. عم تعمل عم تتبع رجيم لتضعف ال 10 15 كيلو؟ ايه عم نتبع رجيم العادي، رجيم انه بدون طبيب يعني، لانه حتى الطبيب